السلام عليكم ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام. يتجدد بكم اللقاء في 100% فار، برنامجكم الرياضي الأسبوعي دائما مباشرة على قناتكم الفضائية شدا تي في. يلا كيف العادة بفقرتنا المعتادة تقريبا على السريع على أبواب المنتخب إيمان فتيلان، واش قال الفار؟ ملي تنقول اش قال الفار، إذا عرفتونا علاش غادي نتكلموا اليوم. بالنسبة كبيرة المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم أسود الأطلس صاحب الاستحقاق في قطر 2022، ماذا وقع له أمام الرأس الأخضر وجنوب إفريقيا؟ خيب الآمال ولكن تتبقى مباريات شكلية. مهم ناقشوا مباريات شكلية ماشي شكلية، تبعثرات الأوراق عند الكثيرين فراسكم هاد القضية بزاف، قالوا شاد المنتخب لا الوهم كنوا عاد شنو تقول. غادي نحاولوا غادي نناقشوا اليوم بالعقل مع اللاعب الدولي السابق عبد الله ناصر، كيف العادة معنا دائما مشكور جدا، مرحبا بك مرة ثانية. الله يبارك فيك وكذلك زميلتي إيمان. أهلا بك حسين. أهلا ياك غادي نناقشوا بالعقل. بيان سور تكتيكمون اللي بغيتي. تكتيكمون كاع. عرفتي اش دير من نخليو ليها التكتيكمون. لا لا تكتيكمون تكتيكمون عبد الله. لا يلا على بركة الله خلينا نمشيو لأول فقرة في حلقة اليوم على السريع. على بركة الله المنتخب المغربي أقل من 20 سنة يفوز على فنزويلا ويحتل الصف السابع في دوري تورون، والمسجل عدنان بن سعد. بين قوسين المنتخب المغربي أقل من 20 سنة، كل أهداف ديالو اللي تسجلات في التورنو هادي ديال تورون بفرنسا اللي سجل فيها 3 ديال أتلتيكو مدريد، عدنان بن سعد اللي شفنا دابا، عبد الله الريحاني وسليم الجباري، هادو اللي سجلوا للمنتخب وكلهم ديال أتلتيكو مدريد. غادي نهضروا على هذا الامر ديال أتلتيكو مدريد، عبد الله الريحاني وكيف انه تبارك الله ما شاء الله ما شاء الله على هذا الولد الله يحفظه. المنتخب الاولمبي في مباراة اعدادية امام موريتانيا ينتصر ب4-1، ابراهيم صلاح سجل هدفين ويونس طه سجل هدفين. أنباء تتحدث عن رفض فيورنتينا عرضا لبرشلونة ب14 مليون يورو لضم المرابط. أندية إنجليزية وإيطالية مهتمة بخدمات يوسف النصيري وعقده مع إشبيلية يمتد ل2025. هل سيغادر زياش تشيلسي ليحط رحاله بالنصر السعودي؟ هل سؤال عريض نناقشه. صحيفة موندو ديبورتيفو تكتب أنشيلوتي يريد التعاقد مع أشرف حكيمي ومارسيليا ترغب في خدمات رومان سايس. المنتخب النسوي استعدادا لكأس العالم يخوض 3 وديات، الأولى ضد إيطاليا في فاتح يوليوز، ثم ضد سويسرا في 5 يوليوز، ثم ضد جامايكا في 16 يوليوز. وبونو وجائزة أفضل لاعب في فريق إشبيلية تبارك الله ما شاء الله. ثم بونو ونصيري على موعد حارق غشت المقبل أمام المانشستر سيتي، واجهت أكون أو لا أكون. ونختم على السريع بالملك يعين فوزي القجة على رأس اللجنة المكلفة بملف المغرب مونديال 2030. يلا هذه هي أخبارنا على السريع. عبد الله ناصر شي حاجة فتحت لك الشهية تناقشها في هذا العناوين؟ يلا على بركة الله. حيت قريت اليوم بلال المدرب قال لك كارد فينال. اها. امبوسيبل. في الكوب دي مون. في الكوب دي مون. علاش امبوسيبل؟ مالك على هادشي؟ بصراحة. يلا قول لينا علاش امبوسيبل. حيت البولي فينا حنا اللي تقلق لينا إيمان. أنا كنت بغيت نتكلم عليه ولكن خليه هو خدا الأوصال نسوي ماشي مشكل. قلتي امبوسيبل. أنا ماشي مشكل غنكمل الآن. تروزيكيب أحسن منا. أولا في ألمانيا دوزيام مونديال.
je pense Colombie. Colombie ou la Corée Jénobie. Donc, هادو فايتنا هادو فايتنا بزاف. دونك كون شوف بلا ترشحنا لا كوب دي مون سي ديجا بيان. ما خصناش نديرو لا بريسيون كار دي فينال حيت المدرب عارف راسو ما يدوش كار دي فينال. الهضره غير هضره. حيت كيسيون كاليتي المانيا صحيحه علينا. كولومبيا صحيحه علينا كوريا صحيحه علينا. حنايا الله هاد البلدان هادو تجربه كبيره. لا هاد البلدان هادو 20 عام ولا 30 عام هما خدامين. حنايا الله هاد 2 يلا خدمنا. يلا كاليفورنيا فينال كوب دافريك رشتي مع جو بونس نيجيريا جو بونس ماتش واعر. لا المانيا صحيحه علينا. واخ اذا امبوسيبل انهم نكونوا في ربع النهائي ايمان امبوسيبل نكونوا في ربع النهائي مستحيل نقدر نقول لكم يعني انا نقدر نكون يعني مشاطرك الراي في واحد الجزء يعني من الكلام ديالك ولكن حتى حاجه ما مستحيله كما دائما كنذكر انا في عالم المستديره نقدر نقول يعني البدايه ديال الكره النسويه يلاه بدينا ولو بروميير اوبجيكتيف سيتي هو نتكاليفيا ولا كوب دو مون والحمد لله لاننا تكاليفينا دونك ان لاعبات اللي نقدروا نقولوا كيمارسوا يعني في اوروبا وكذلك لا ريفيرونس ديالنا ديال البطوله هي لي فار الكار دو فينال انا ما متفقاش معك اننا نقدروا نوصلوا ليه ولكن ما قال يعني غينار بيدروس ولكن حتى حاجه ما مستحيله فشي حاجه اللي شوف متكومباريس متكومباريس لي فوت فيبل ولا فوت ماسكول حيت حنا تكاليسنا كاتريام مونديال في لا كوب دي موند شوفي المانيا اي بيان سور المانيا بالسيليكسيون ديال مارتيناس مارتينا فوس راه عطات البريليست ديالها قبل يعني منا حنايا غير باش نقربوا المشاهدين اكثر انه اليوم رينال بيدروس عطى لا ليست اللي غادي ترافقوا في يعني في لا كوب دو موند في استراليا ونيوزيلاند كنتمنى من عادل يعطينا الصور باش المشاهدين يشوفوا اكثر يعني لا ليست ديال اللاعبات اللي عجبني اكثر هو كاينين يعني بزاف ديال اللاعبات اللي كاينين في لي فار هادشي كيعطي واحد الحافز معنوي للاعبات ديال البطوله على انهم كيعطي واحد الانسجام مادام تيلعبوا كلهم في لي فار بيان سور حنا كنشوفوا يعني رمي الشيخ خديجه من لي فار زهير اسيا من يعني المحمديه الرويسي ايناس كذلك من كان في اونيفو ديال لا ديفونس شفنا بنزينه نهيله بوخامي سهام يعني المرابط ياسمين من ليفانتي ديال الاسبان دونك كاينه واحد يعني كيفاش غنقول لك وفره ديال اللاعبات اللي مجربات هنايا كما كنشوفوا بدري نجات غزلان شباك القائده يعني في الميليو دو تيرين دونك كاينين لاعبات غير هي ما نكونوش قاسين عليهم بزاف و هي ربع النهايه مي كنتكلموا على يعني ليكيب ديال الالمان راه هي المرشحه اللي نقدروا نقولوا هو تا كولومبيا ما تقولش حنا تنكونوا حنا غير بحال حاطين رجلينا حنا حاطين رجلينا في الارض لا لا خويا حسن بغيت نقول انايا ربع النهايه موند اكسبيريونس كمنتخب تنظن صعبه لا لا حتى المدرب ديالنا بيدروس ما عندوش هذيك التجربه راه شفنا في لاكوب دافريك الفرقه اللي تبنات على هيدامو هو اللي بنى الفرقه هو الاول وجا بدل سارتان شوز انا كريتيك با لونترينور جو كريتيك لا مانيير ما ديرش لا بريسيون على البنات ربع النهايه راه نوع من البريسيون لا خصنا حنايا نقولوا اوني كونتون ديتر لا مي لي با فيغورون حنا غادي نديرو جهدنا باش ندوزو ما جايينش نشاركو وصافي تقولش حنا غادي ديريكت حنا ربع النهايه حيت المانيا عندك وولفسبورغ لعبوا لا فينال تشامبيونز ليغ ما كاينينش شي لاعبات يعني من البايرن بزاف وعندهم واحد يعني واحد الضجه اعلاميه ديال واحد اللاعبه اللي سميتها جو بونس فوس الميليو دو تيغان دايره ضجه خياليه لانه فوالا عندهم شوف الناس مقادين امورهم عندهم 4 5 جوار توب مونديال هادو سي بارمي لي فافوري هما هما فرنسا وزيتازوني سي لي 3 فافوري ولكن حتى حنا نقولوا الكلمه ديالنا حنا ان شاء الله باذن الله حنا ان شاء الله كمنتخب يعني كمنتخب النسوي ما غاديش نمشيو باش نشاركوا وفقط باش نكملوا العدد ديال المجموعه لا ابدا غادي نمشيو بطموح ان تكون تجربه مزيانه لبؤات الاطلس ولما لا تكون مفاجاه لما لا اما انا اتفق
متفق كثيرا مع عبد الله ناصر، ما نديرش الضغط على اللاعبات اول مشاركه لهم في الكوب دي موند، ما نديرش الضغط لا ربع نهائي، ملي تدير لهم واحد السقف ديال ربع النهائي تكون مثابه بريسيون اكثر ما هي على اي، ولكن بالتوفيق وماشي صعيبه وماشي مستحيله كما قالت ايمان. انا الا بغيت ولا نخليك شنو تختاري في العناوين؟ صراحة أنا بغيت نختار يعني التعيين ديال فوزي القجاع من طرف الرياضي الأول صاحب جلال الملك محمد السادس نصره الله، شي حاجة اللي زوينة بزاف إيفو، يعني هاد يعني هاد الدوسي اللي مشترك ما بين المغرب والبرتغال والإسبان، شي حاجة اللي سابقة في كرة القدم ما بين القارة يعني الإفريقية وكذلك الأوروبية. أنا بغيت نشاطركم الرأي ويعني واش نتوما معايا، هو اللي كل مجتهد نصيب. يعني واش الجزاء ديال فوزي القجع كان بتعيين لهذا، لانه كنقولوا هذا دوسي ديال الحياه او الموت كما كنقولوا. هو لا بغينا نهضروا بالمنطق بالمنطق ديال العمل والمنطق الكروي وباي منطق بغينا، فانا اظن ما كاينش اللي يستحق، مع احترامي لكل الشخصيات الرياضيه اللي كاينه في المغرب والغير رياضي، ما كاينش اللي يستحق انه يشرف على اللجنه المكلفه بملف المغرب من غير فوزي القجع. علاش فوزي القجع راكم دابا واحد تجربه مهمه جدا في التسيير ديال كره القدم على المستوى المحلي على المستوى الافريقي وكذلك على المستوى الدولي داخل الفيفا، نعم، وعلاقاته الكبيره مع رئيس الفيفا وغير ذلك. هذا واحد. جوج، فوزي القجع عنده طموح كبير انه يغير كره القدم المغربيه، عنده هذا الطموح وبان من خلال البنيه التحتيه من خلال الكثير من المشاريع اللي خرجت للوجود مع فوزي القجع. اذا الرجل المناسب، الملك اختار الرجل المناسب في المكان المناسب للدفاع عن هذا الملف. واظن ان ملفنا قوي، أو ملف أو مونديال 2030 قوي بينا كمغرب وما حققه المنتخب في قطر والعمق الإفريقي المغربي ديال جلالة الملك وأشياء كثيرة، وقوي بوجود إسبانيا والبرتغال. أنا أظن قوة، أنا ما عرفش، عندي نقدر نقول لكم عندي 90% ديال اليقين أن المونديال غادي يكون هاد الإسبانيا. علاش؟ باذن الله. خطه مزيانه. صح، خطه استراتيجيه خطيره. البرتغال اسبانيا المغرب خطيره جدا. بحال لاعب في بلاد وحده. قرب. لاعب في بلاد البرتغال اسبانيا المغرب، واللي زوين فيها هو بحال لاعب في بلاد وحده، يعني المسافه والزمن ما كاينش اللي غادي يتسخسخ في اللعبه، ولكن راه في نفس الوقت لاعب في جوج قارات. شو الانتيليجونس كيدير؟ ولي دابا بحال الفكره ديال اسبانيا البرتغال المغرب. راه حنا دابا 50 تضربوا عليها. حنا 50 تضربوا عليها ملي صدقنا عاوتاني 2000 هذه اللي دازت في قطر. راه داروا واحد الخطه، فوكاش عرفنا حنا غادي نترشحوا مع اسبانيا والبرتغال، فوكاش. مؤخرا. في رواندا. ملي قال لك اسيدي سون ماجيستي قرر بغينا هذاك الشيء. اييه. دابا تهضروا بوليتيك، ما خاصها واحد الحاجه. تهضروا بوليتيك، مهم اوروبا وافريقيا ما عندهمش الحق لي دو كونتينون يتشاركوا دازون فوا، سي بريمير بور لا بريمير فوا. اول مره اوروبا والانجليز ما كانوش باغي النهار الاول، رفضوها الانجليز وهذيك. دابا بوليتيك مرات خدمت واحد الخدمه كبيره. صحيح. ودابا ملي جات المغرب اسبانيا البرتغال اللي جبت حيدو. دونك قاطعي إيه السعودية بوحدها دابا. كان هو من الملفات اللي قويين ديال السعودية. حيدوا اللي جبت، عطونا الكلمة قال لك المغرب دخل لافريك حنا نحيدوا. خصهم يساندوا. وحتى السعودية، حتى السعودية غادي يحيدوا حيت. خصهم يساندوا كل شيء دابا. يساندوا كل شيء دابا حنا. لا حنا يدوز حيت. وغادي يكون سابقة ويكون بالجمالية ما يكفي. لا كالكولي داروا لك واعر، اختاروا واحد الحاجة. لا ماجوريتي فين هي؟ في أوروبا. وافريقيا. صحيح. لافريك. دابا لي دو كونتينو قالوا اوكي صافي الكوب ديال المونديال. في المونديال غادي اللي ملي غادي يكون ان شاء الله غادي كل شيء يلعب فيه مرتاح.
كما قال لي ان اغلب الفرق الاوروبيه عندنا في افريقيا خمسه ديال الفرق اللي تيلعبوا ياك خمسه المنتخبات اللي دابا تسعود المنتخبات اللي تشارك في افريقيا عندنا في ما يقارب شحال في الاوروب 15 فرقه تقريبا 16 اذا يعني اغلب الفرق المشاركه في المونديال تكون اوروبيه افريقيه راه بحال لاعبين في دربهم راه هنا كنتكلم على القرب يعني هذا القرب هو اللي لعب عليه المغرب دابا ديال البريكان صعيبه هتلا في كندا وعادي طيارة باش لا انا تقدر تفرج في بورتوغال في بورتو الماتش وتمشي لطنجة غادي تشي الطنوبيلة مناخ جميل مناخ متقارب تقريبا ما بين اسبانيا المغرب البرتغال مناخ زوين طق زوين ما كاينش رطوبة عالية ما كاينش يعني اختيار سياسي ديال الواعرين وخليني نقول لك بانه المغرب خصو يوجد راسو من المزيان علاش للمعلومه انه دارت واحد الدراسه حول التكلفه الماليه اللي يقدر يصرف المغرب باش ينظم المونديال ما بين 50 و 60 مليار ديال الدرهم يعني 5 6 المليار ديال الدولار هادي سيت خوا صافي هادي 60 مليار ديال الدرهم المغرب يوجد راسو اترجحها باش يدير اترجحها بوبليسيتي اترجحها بالتوريزم اترجحها الانفراستركتور ديال خاطر دابا الناس يسمعوا هذا المبلغ هو مبلغ كبير ولكن راه بحال تات انفيستي قطر باش تستثمر اكثر نهضروا على قطر قطر شحال انفيستيو انفيستيو بزاف في داز لا كوب دي موند رجعوا هذاك الشيء ديالهم دونك صح متابة استثمار تخسر 60 مليار ديال الدرهم ولكن راه تقدر ترجع الدوبل ديالها صحيح وعاد باش تربح بنيه تحتيه طرقان وسائل النقل تيرانات فنادق الى اخره اسبانيا 82 ديال البول اكزومبل ولا كوب دي بون تقو سياحه سياحه امام المكسيك في 86 ديبار ديال المكسيك في 86 وعلى القجع سي لوبي ديال حيت هو اللي دابا ديبي 10 ولا غادي واحد الطريقه خدام في الكاف سي ان دي مايور في فيفا سي ان دي مايور هو اللي تيدير لو ريغروبمون تو لي افريكان حيت لافريك راه معانا تهضر مع البينا كوت ديفوار سينيغال حنا نعاونهم التيرانات ديالهم تعطيهم التيرانات تخبر ولا لا حسين حنا راه معاونهم بالماتيريال انا ملي لعبت مصر مع هنايا كانوا دي ماتش اميكو هنايا كانوا دي ماتش دونك حنايا اوني بلو اوروبيان حنا بكري كنت نشوف اوروبا بيزنس سيت على نصرو دخلنا لافريك خدام مع لافريك لافريك معانا اوني ريسبكتي دون لافريك صحيح دونك لوروب تما تيولاو تيريسبكتيونا حيت لو بوفوار بوليتيك ديالنا ولا صحيح شوف غير فرنسا دابا حنايا الحمد لله غادي مزيان جو بونس 2030 يزيدنا واحد ان شاء الله 100 عام ان شاء الله وديبار ديال المغرب ان شاء الله يلا الله يوفق انا غادي نختار كنت باغي نختار هذا ديال فوزي القجاع اخترت ايمان للنقاش ومزيان تكلمنا فيه فبالتوفيق للمغرب وبالتوفيق لفوزي القجاع وهو الرجل المناسب اختيار جلاله الملك كان في الصميم الرجل المناسب في المكان المناسب القجاع هذا السيد هذا الله يوفقه يعلم جيدا من أين تأكل الكتف هاي عندك القجع الله يوفق نمشي أنا بغي نختار بغي نتكلم على زياش قال لك هو في طرحنا احنا سؤال هل سيغادر زياش تشيلسي ليحط رحاله بالنصر السعودي هو سؤال فيه الجواب في نفس الوقت لأن المفاوضة تتقدم بشكل سريع ما بين النصر السعودي وزياش ودابا راه مسألة وقت ربما وغادي يعلنوها رسميا ربما أظن بأن زياش في النصر السعودي أنا في انتظار أنها تعلن رسميا في حالة ما إذا اختار زياش أنه يكون في النصر السعودي أنا تنقول زياش اختارتي طريق سلبي سيء ماشي النصر سيء ولا سلبي ولكن طريقك أنت كزياش ماشي ديال النصر السعودي باقي تعطي باقي عرفك العالم اكثر مع شي فريق اخر انا في حاله ما يختار زياش النصر السعودي فانا تنقول بانها ربما انطفاء نور زياش فلوس اخويا زعما نقصوا من النصر السعودي فلوس اخويا وتنظن هو ما محتاج الفلوس ولكن شوف لا ولي كان محتاج علاش ما محتاج محتاج بزاف ايوا اكثر اللي عنده
يزيد يكمل الثروه ديالو. دابا انا متفقين نحتاج الاكثر اللي عندنا. شوف تجي فقط ما تنضونش دابا صار زياش يمشي يقلب على الفلوس. دابا زياش يقلب على الفلوس ما نضونش. كلشي تقلب على الفلوس. اييه طبيعي. كريستيانو رونالدو ارشي ملياردير مشى 200 مليون. مشى 200 مليون للسعودية. ملي تكون واخا ارشي ملياردير واخا عنده مليار ديال الدولار. ولكن مصر ما تعطيش زياش. عطاته 35. 35 وغادي يمشي. عطاته التريبل عطاته. عطاتو مانشستر يونايتد. زياش في عمرو 26 عام تقريبا 26 27 ياك جوبونس 28 باقي ما كاينش فان دو كارير باقي عنده واحد السنين في الكارير. انا كنظن انه ما مشاش يعني على قبل الفلوس. شفنا لا فيجن تكلمنا عليها دائما هنايا في 100% فاغ ديال هو باقي ما مشاش باقي ما مشاش لمصر. احنا كنتكلموا الا الى مشى فدائما كنتكلموا على لا فيجن ديال الكره الخليجيه اون جينيرال. مي كنشوفوا كيفاش يعني الناس عيطوا لبنزيما عيطوا لكريستيانو رونالدو كيشوفوا كانتي كيشوفوا بزاف ديال اللاعبين اللي كانوا في اوروبا وكانوا في الانجليز وكي يعني كيعرضوا عليهم كم هائل ديال الفلوس باش يجيو. دونك هو بيتيت شاف لا فيجن ديالو انه البطوله الخليجيه اون جينيرال غدا وغتطور يعني من غيشوف كريستيانو غيشوف بنزيما وغيشوف تطور تيعتزل هو. دونك امتى تطور بنزيما وغيشوف كريستيانو تعتزل تطور. خويا حسين شوف نهضروا واقعيين. يجي واحد يقول لك 3 زون كونترا 100 مليار وتتلعب مانشستر يونايتد تتلعب 10 مليار هي 30 مليار راه 70 مليار الفرق اخويا راه 70 مليار ماشي غير جوج دريال راه 70 مليار. انا علي انا تنتكلم زياش بغض النظر على قضيه الفلوس ولا اللي عطى اكثر. انا تنشوف زياش ماشي هو بنزيما وزياش ماشي هو كريستيانو رونالدو. رونالدو عنده 36 ولا 35 بنزيما عنده 32 ولا 34 فتنهضر على زياش باقي عنده واحد السنين ديال العطاء اللي يقدر يثبتها مع اي فريق في العالم ويتعرف اكثر ويعطي اكثر ماشي فان كارير. وكان زياش فان كارير ديالو عنده 32 33 نقول ليه سير النصر جمع فلوس ولكن زياش باقي اكثر على لو طون دو جو اللي ما خداهش مع تشيلسي. نقولوا كابتي أقولوا كاتي غادي صبي ديدي ديال 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 صندوريا غادي تبدي جود. دونك السعودية شنو داروا دابا ولاو فيزاو لي بطولة أوروبية ولا إنجليزية هما بغاو يديروا العالمية البطولة ديالهم بطولتهم تولي عالمية. باش بداو كريستيانو رونالدو بنزيما بداو هذوك الكبار فشلات لهم الصفقة ديال ميسي هي اللي مازال مازال تقول لك مازال لا صح مشى لانتر ميامي في أمريكان صافي هو اختار اوفيسيلمون ولكن هو اختار قال لهم مازال مازال اخويا حيت حتى الامانات خاصها تعطي موافقه ديالها على الصوم حيت عندهم الفير بلاي تو مازال بحال كان ميسي اتفق ميسي فان كارير سير اخويا خذ لك 700 مليار في العام مالك حسين تعال نهضروا على وجهك تجي غدا شاد قطر يقول لك حسين لك واحد 50 مليار اش تقولها فاش اجي خدم عندنا هاك 50 مليار فاش في الصحافه في الصحافه تقول لك دابا انت دابا انت احسن صحافه في المغرب تجي السنه قطر تقول لك ماشي احسن صحافي في المغرب عاد نقول انا نقول دابا عاد الهضره ماشي تنقول زعما نقول الحق راه الثاني يلا تقول لك هاك 50 مليار ياك تقول لك 50 مليار ياك 50 مليار دابا شوف غادي ندير فاصل نفكر ونعاود بعد الفاصل نعطيك الجواب 50 مليار تتبغي فاصل للتفكير فاصل ونعاود ونواصل معكم يلا نواصل معكم مشاهدينا الكرام 100% فار دائما مباشرة على قناتكم الفضائية شادا تي في دائما مع اللاعب الدولي السابق للمنتخب الوطني المغربي عبد الله ناصر وزميلتي إيمان. في الحقيقة فكرنا فكرنا في 50 مليار اللي عطانا السي عبد الله ناصر باش نمشيو ننتقلوا شي قناة خليجية في السعودية أو في الإمارات اللي غادي يعطينا 50 ديال المليار. ففكرنا كان عندي شرط واحد انايا يعني نمشي ما كاينش مشكل يمشي الطاقم كله كلشي نمشي يعني يمشي وليد يمشي كلشي عبد العالي يمشي رضا تمشي ايمان ما يمكنش نمشي بوحدي نمشيو كاملين الخير يعم علينا جميعا وعلى بركه الله
دابا نسينو الكونترا نسيني كونترا ونقدم الاستقاله لرشيد. اسمح لينا السي رشيد. صعيب دابا خويا حسين دابا 50 مليار دابا الناس يقول لك واه هادشي اللي قلتي راه لوجيك زعما راه صعيبه دابا تلعب فرقه كبيره بحال دابا مانشستر يونايتد باغي جيش واللي هذاك المبلغ ما يقدرش يوصلوا له صح وفرقه في السعوديه تقول لك شحال بغيتي تدي صح لان ملي تنتكلموا على 200 مليار في العام اللاعب واه 200 مليار تتلقى هي البيجي ديال الفرقه كامله وما يعطي ولا العام. المهم على ايا غير من باب البسط اما لا بغينا نهضروا جديا فمهنتنا ما هذه قناعتي عبد ربي ونقول لها سي عبد الله ناصر ربما اول مره غادي يعرفها عليا هذه قناعه ديال عبد ربي ما تنهضرش على الصحفيين تنهضر عليا انا انا في الصحافه عندي مبدا ومبدئي هو تاديه الرساله ولا ابحث عن المال فيها لانه جاني عروض انا كان عندي عرض في ابو ظبي وما مشيتش رغم ان الصالير يكون مع تريبل ولا اكثر من الصالير اللي تناخذ هنا ولكن ما مشيش لانني قريت الصحافه في المغرب وهذيك المبادئ اللي تتحملها الصحافه باغي نعاون بها مغربي بلادي نميها من خلال المبادئ التي اؤمن بها وانتم تتعرفوا الصحافه ماشي حرفه الصحافه رساله. يلا كنت نتسنى التصفاق تصفق عليا حتى واحد لا بغيت كنت نتسنى التصفاق بغيت نقول لك كنحيي المبادئ ديالك حسين كنحيي يلا على بركة الله نواصل معكم 100% فار دائما مباشرة على قناتكم الفضائية شادا تي في غادي نمشيو لفقرتنا الموالية على أبواب المنتخب طبيعة الحال تتعرفوا عدنان بن سعد طبيعة الحال لاعب أتلتيكو مدريد فنان كبير رائع مساره بين واضح الى يبقى في الجديه ديالو وكما تنقولوا رجليه في الارض هو اللي ماركا البيت ديال المنتخب المغربي اقل من 20 سنه امام فنزويلا ربحوا ب 1-0 وهو اللي ماركا البيت غادي نقربكم اكثر من عدنان سعد من خلال هذا الفيديو. يا سلام ما شاء الله تقنيات فردية رائعة جدا مستقبل كبير كبير عند عدنان بن سعد الحمد لله راه تيلعب مع المنتخب المغربي أقل من 20 سنة وهو مسرور جدا بتمثيل المغرب طريق قدامه تنتمنوا من وليد الركراكي بحال هاد النقيلات هادو تعطاهم مرة مرة الفرصة وتعطاهم الثقة في المنتخب المغربي الأول ولكن على أبواب المنتخب نتكلموا شوية بالزربة قبل ما نمشيو الإيمان في التيران عبد الله الريحاني عبد الله الريحاني أنا كويري بزاف تا هو لاعب لاتليتيكو مدريد كويري بزاف فنان كبير ولكن وقع واحد المشكل بسيط لاتليتيكو ما بغاش تطلقوا المهم ما قدرناش نستافدوا منه في لي 23 لانه اللاعب سيباري ف يعني توعات وكنا بغينا زعما الريحاني يجي لانه باغمي لي ميور في لاتليتيكو لكن جو بونس كان خطا انه ما تعلماتش لاتليتيكو قبل ف يعني ما كان هذا هو المشكل وللاسف ما غنقدروش نستافدوا منه في هاد لاكوب دافريك مشكله عبد الله بحال عبد الله الريحاني انك ما تستافدش منه في لي 23 خاص كيفاش لورغانيزاسيون دارت دابا الفراقي دابا حيت سي با دات فيفا عاوتاني لاكاف سي دات بوحدو
كما ترى الاو 17 سي با دات فيفا خاصه الفرقه من قبل بلا كان خاصو يجيبوه خليو دو تروا جوور ان ريزيرف ما داروهاش تكون او موان في لا ليست ديك لا بريست على الاقل تكون تديري دو تروا ريزيرف باش خاطر شي حاجه ديري راه تماك تدير لا ليست ديفينيتيف تمشي ما داروش للاسف. وعبد الله الريحاني سنفقد خدماته مهاري تبارك الله ما شاء الله على اي يلا وباقي باقي المستقبل وباقي الايام جايه. ايمان في التيران معك ايمان البطوله القسم الوطني الاول البطوله القسم الوطني الثاني للنقاش ان شاء الله. بالفعل حسين فقبل ما نمشيو دائما انا عزيزي نتكلم على شي اشياء اللي كتعجبني وكنبغي نشاركها معكم مع المشاهدين. فغادي نبقاو في البطوله وغادي نمشيو لواحد اللقطه اللي عجبتني بزاف بوتيت ما شفناهاش يعني في بزاف ديال البطولات لا اوروبيه لا انجليزيه لا حتى حاجه. دونك هنا كنتكلم على اللقطه اللي داروا اتحاد طنجه والدفاع الحسني الجديدي الحكي الحكم عادل زراق لانه اخر يعني مباراة ليه كانت هي ديال اتحاد طنجة وجديدة اللي كتشوف جوج الفروق اللي كيتصارعوا يعني على القسم انهم يبقاو في القسم الوطني الاول وتفكروا هاد الحكم باش يهديوه يعني باقة الورود. فقبل ما نتكلموا اكثر على هاد المبادرة الجميلة نخليو المشاهدين يشاهدوا هاد اللقطة الجميلة وعاد نرجعوا لكم. هاد اللقطات الاكثر من رائعه ملي كتشوفهم صراحه كتحس بلي ان داك المستطيل الاخضر ماشي فقط كاين غير اللاعبين فجزء كبير منه الحكام وما فيها بس نذكروا يعني الحكام اللي عطاو الشيء الكثير يعني للتحكيم العالمي ملي كنذكروا التحكيم العالمي كنقولوا بالقوله ولا فينال الله يرحمه كذلك الحكام السابقين اللي منهم الاب ديالي اللي دائما ما كنهضرش عليه بزاف ولكن هو عطى يعني الشيء الكثير يعني لا عطانا حكام بحال كدوي على رضوان عاشق كدوي على بزاف ديال الحكام اللي فريمون ما يمكنش نساو الحكام السابقين وحنا يعني كلنا امل مع هاد الحكام اللي كاينين دابا وديال المستقبل. دونك السؤال الكبير الذي يطرح هو زراق علاش غادي علاش اخويا غادي تعتزل باقي صغير باقي تعطي للساحه المغربيه الكرويه وقررتي انك تعتزل بعد مقابلات معدوده بقات لي مستقبلا هذه اخر مقابله في البطوله ولكن غادي يمشي المعسكر ديال الحكام اللي كاينين فيه ديال اللي غادي يحكموا في البطوله ديال افريقيا اقل من 23 سنه وغادي يمشي يحكم كذلك في كاس العالم ديال السيدات دونك هذه فقط في البطوله وللاسف رحنا محتاجين وعندنا في البطوله للاسف وزراق من الحكام الجيدين ما فهمتش انا حتى واحد ما فهم راه باقي صغير باقي صغير ومازال يعطي وما فيهش يعني كما كنقولوا ما كيديرش اخطاء يعني اللي كبيره اللي كتقدر تكلف الثمن لبعض الفرق كنتمنوا ليه التوفيق صح هو اختياراته هو حر فيها يلا نمشيو للبطوله القسم الاول ولا القسم الثاني باش نبداو لا نبداو بقسم الاول فارض نفسه وذاته ملي كنتكلموا على الجيش الملكي مقابله اللي قويه وغادي يعني بخطوه التتويج بالدرع ديال البطوله اللي غاب عليه منذ يعني سنوات من 2007-2008 فقريب بزاف اللقب 12 ديالو مي كنذكروا يعني المقابله اللي جمعاته ما بين المغرب يعني مع المغرب الفاسي اللي كانت مقابله نقدر نقول لك استمتعت بها كما استمتعت يعني بباقي المباريات كيفاش جا داك ضربه جزاء ديال رضا سليم واللي ضيعها جات من بعد يعني المستوى ديال الماس بحال لعبه هي على البطوله او على البقاء فشي حاجه الايجابيه كنشوفوها في البطولة كما ذكرت جات ضربة جزاء ثانية لرضا سليم وترجمها الهدف فكنقولوا بقات ثلاثة نقط فقط يعني كتفصل فريق الجيش الملكي على اللقب ديال البطولة اللي غادي تكون عنده مباراة حارقة غدا إن شاء الله أمام فريق الرجاء الرياضي صحيح وخليني نقول بأنه إلا كانت العلامة الفارقة في فريق الجيش الملكي ماشي هو رضا سليم اللي سجل بينالتي
انما الحارس الجول ديال الكرد بيان سور دار مقابله طوب نهار احتاجته الجيش لقاته اي سورتو في دوك لي زوكازيون الاخرين فاز كان صح فاز كان تخرج في هذا الماتش راه بحب جوج ولا ثلاثه ديال الاهداف ولكن الكرد كان في مستوى كبير ومقابله صعبه تنتظر الجيش الملكي في الكلاسيكو المغربي الجيش والرجاء البيضاوي الوداد البيضاوي كذلك منافس الوداد الرياضي منافس نقدروا نقولوا يعني الحظوظ بدات كتقلال شويه بحكم ان فريق الوداد خصو 6 ديال النقاط الانتصار والانتظار دونك كما كنذكروا ان الجيش هو الاقرب ولكن حتى حاجه ما تحسمات ففريق الوداد الرياضي اللي كانت عنده مقابله اللي حتى هي حارقه مع اولمبيك اسفي اللي حتى هو كان كيتصارع يعني المراتب الاولى والثلاثه باش يكون يعني في الكونفدراليه لكن الفوز كما كنقولوا حسمات الامر فريق الوداد الرياضي شفنا تشكيله جديده شفنا بزاف الامور اللي تغيرات الفوز حسمات الامر في المركز الثالث بالفعل دابا باقي صراع المركز الرابع بين الرجاء واسفي وبركان اظن الصراع في المركز الرابع الرجاء الرياضي المهم احنا جايين طباخ ايطاب دونك فريق الوداد كما ذكرت كتشوف واحد اللقاء اللي شيق الوقت اللي تمركا فيه البيت الاول تخربقوا الاوراق ديال فريق الوداد الرياضي من بعد جا الخطا ديال العمري اللي سجل على المرمى ديالو فهاد اللقطه هادي رضا سليم في الجيش كيضيع يعني ضربه الجزاء الاولى واحد يعني واحد الاجواء اللي خطيره جدا فجات الراسيه ديال الدردي مباريات الاعصاب فصراحه بازل كما كنقولوا للجماهير لا ديال الوداد لا ديال الجيش الملكي فثلاثه نقاط اللي مهمه الفريق الوداد الرياضي ما يمكنش ما نتكلموش على الاسفي لانه قامت مقابله كبيره بقياده يعني طارق مصطفى ولكن كتبقى ديك ثلاثه نقاط مهمه الفريق الوداد لانه كيتكاليفيا المره التاسعه واحد لو نومبر اللي كبير بزاف يعني الشامبيونز ليغ شي حاجه اللي ايجابيه ومازال يعني كيصارع يعني على يعني اللقب ولكن عبد الله نصر كنظن لانه تحسم الامر مع فريق الجيش الملكي الجيش الملكي ثلاثه بوانس دونك ديفيسيل انا قلت هو اللي خسروا اللي خسروا هو باقي 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 ماتشات باقي جوج ديال الماتشات في حاله تعثر فريق الجيش مثلا اذا مثلا دابا اللي خدينا الجيش الملكي خسرات مع لاجور بحال الوداد لا غادي يخسروش غدا ما حتى كره هذه ما كاينش كره في بلادو امبوسيبل غدا تقدر تاسور لي تيتر غدا يتقاتلوا على داك لي تيتر هاد اللقطات صرا ولا تذكرتي عبد الله ناصر مع فريق الرجاء الرياضي اللي ما كانش عارف راسو غيتزوج والجيش كان ديك الساعه في القمه ديالها جوبونس مع فاخر وفي الدقائق الاخيره تمارك البيت ديال الكوكب المراكشي الا تذكرتوا هاد دونك هاد شوف انا كنقول دائما كره القدم ما فيها حتى شي حاجه مستحيله لا ودي دابا نشوف في الجيش داز واحد لا بيريود خايبه ودابا شتي الماتشات واحد زيرو الى اسور ودري دري غدا لا غلبو صافي سالينا لا لا غلبو غدا حتى الكوتي مورال لا لا ولا لا الجيش صافي كتوج اوفيسيال بطله المغرب كيف ما كانت النتيجه ديال المباراه الوداد بوسيبل هذا العام اللي وداد بدي حتى حاجه وهادشي في الطريق زعما راه ماشي شي حاجه اللي لا حيت كان عندهم تروا بوسيبيليتي باش تقبلوا غدا مشى والجيش كذلك الجيش عندها البطوله كان عندها كان عندها الكاف كان عندها كاس العرش دابا بقات عندها البطوله الوداد كان عنده ثلاثه سقط عندها دابا بقات غير البطوله والعرش كاس العرش مع الرجاء في الدمي فينال وكاس العرب كاس العرب تلجيش بقى عندها كاس العرب لا خرجوا لا خرجوا وي خرجوا وي خرجوا مع فقط مع الامارات الفريق الاماراتي فقط يعني كاينه البطوله والحمد لله الا تحسمات زعما راه غيكونوا فازوا على الاقل يعني بالبطوله ماشي خاليه الوفاض يعني مثلا بحال فريق الوداد الرياضي مزيان هذا العام فرقه اخرى ماشي كون ديما الرجاء ولا الوداد الرجاء ولا الوداد وهو العام الجاي ان شاء الله غالبا دابا بالنسبه لعصبه ابطال افريقيا جوج ديال الفرق لا الجيش والوداد الكاف غالبا الفتح والفائز والفائز بكأس العرش الوداد الوداد فاد السيكل فاد التغلاوتي جبران صح واخا راه كاين رونوفلو ديال لي كونطرا يعني عاود تجديد العقود ديال اللاعبين بحق تجديد العقود ماشي هي البقاء فقط باش يعني ذاك المردود مثلا الى جات فرقه يعني الوداد الرياضي يستافد يعني من المغادره ديال اللاعبين ما يمكنش دابا يمكن سي امبوسيبل شوفي تم تجديد واحد عنده 34 ولا واحد عنده 34 عام عاد تجدد له اش باقي يعطي الفرقه
وخاصة ملي تنهضروا على المشاركات القارية. صحيح شفنا ساندوسكي كان سريع، فريق كبير وسريع والدراري باقين صغار، يعني مثلا فحال ما لجدتي الجبران مثلا وغادي يكون في واحد لاج مثلا العام الجاي ديال 35 ولا 36 ولا وبداو ديال 36 عام، نعم يعني صعب انه يلعب مع فرق اخرى بعمر متقدم. مزيان، اذا كنا تكلمنا على مباريات الاعصاب بالنسبه للقسم الوطني الاول، شكون اللي غادي يدي اللقب؟ هانت راه غادي تربح اللقب ومباريات الاعصاب، هذا حاضي هذا وهذا تترقب هذا، فكيف بالاعصاب الفرق اللي غادي تطيح؟ الانتصار والانتظار، هذا هو العنوان ديال اليوم. عرفتي باش طيح اعصابك على انك خايف طيح صعبه جدا. فبالفعل حسين اتحاد طنجه اللي حتى واحد يعني منذ دورات اللي فاتوا كيقول انه راه يقدر يبقى يعني في القسم الوطني الاول، بقات لي ثلاث نقاط على انه يامل البقاء ديالو من بعد يعني ما انتصر بهدف واحد ديال كوناتي على الدفاع الحسني الجديدي اللي تعمقات الجراح ديالو للاسف. فاش كتشوف يعني فريق يعني الدفاع الحسني الجديدي 5 ديال الانتصارات 14 مقابله يعني ديال الخساره 41 هدف اللي تسجلوا عليه، كتقول للاسف يعني الدفاع الحسني الجديدي شنو المصير ديالو، وهو كيحتفل يعني كما كنقولوا بالذكرى ديالو، للاسف لا هو لا اخر يبقى الذكرى المئويه ديالهم. للاسف كتشوف يعني الفرق اللي عريقه احتفلوا بالبكاء بالبكاء. دونك الاتحاد طنجه فهي عندها 26 نقطه في المرتبه 14، دونك ما بقاتش في المرتبه 16، اللي ولات دابا في المرتبه 16 فهي الدفاع الحسني الجديدي يعني ب 24 نقطة. فمي كتشوف يعني طنجة فين كانت وفين ولات، فكتقول شابو كبير الرئيس اللي جا جديد، اللاعبين الحسن الطير اللي تا هو يعني دار هذه المجموعة هذه في حال الهائلة. فكنتمناو اللي هما صراحة كاملين كيستحقوا، ولكن كتبقى ديك المنافسة الشريفة. دونك ان شاء الله خير، وتحية للجمهور الطنجاوي اللي ما فقدش الأمل في الفريق ديالو. مازال ما سالات، لا مازال ما سالاتش افكتيفمون، لا بغات تخرج بقاو طنجة ولا وجده جديده باقا مازال خسروا، راه مشكله تطوان كتدق ناقص الخطر كما كنقولوا. حتى وجده خريبكا اللي انتصرت ب 3-0 من بعد الهزيمه اللي كنقول انا مره مع الجيش الملكي، والضياع ديال العميمي ديك ضربه جزاء اللي كانت في الدقائق الاخيره اللي خلاته يماركي في البدايه ديال هذه المقابله يعني امام المغرب التطواني. 3-0 نقدروا نقولوا عطات شويه النفس لخريبكا، ماشي بزاف، فهي في المركز 15 براسي 25 نقطه. المغرب التطواني للاسف ثلاثه الهزائم كنذكروا، الهزيمه مع شباب محمديه مع الوداد مع خريبكا كيدق ناقص الخطر. الماتش الجاي الا خسر فهو غيبدا يتصارع يعني مع خريبكا، حيت غبلات خريبكا وطنجه تجديده سقوا نقطة واحدة. وي. نقطة واحدة بيناتهم. يعني داك الشيء قريب بزاف، ما يمكنش تحكم شكون. ولي وجدة الحمد لله بالمشاكل ديالها. التعادل ديالها مع فريق الرجاء الرياضي نقولوا نوعا ما ايجابي، لانه ملي كتقول بقات لك نقطة باش تأمن يعني البقاء ديالك لا انت لا تطوان، دونك راه ماشي ما عندهاش يعني ذاك المشكل اللي عند خريبكا وعند عند يعني الفرق الاخرين. فكنتمناو ان شاء الله نشوفوا منافسه شريفه. الدوره ديال غدا حارقه. حارقه جدا، فغدا ان شاء الله غادي يكون نبداو بلي فار والوداد. دونك لي فار او الجيش الملكي غادي تكون عندهم مقابله ديال الكلاسيكو امام الرجاء الرياضي، الوداد امام السوالم هنايا في مدينه الدار البيضاء، فتح الرباطي مع يعني الاتليتيكو ديال تطوان، طنجه مع المحمديه، توارقه مع وجده، جديده مع بركان، واسفي مع خريبكا. دونك يعني مقابلات اللي صعب بزاف، وكلها غادي تنطلق غدا مع 8 ديال العشيه ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله الفتح الرباطي صافي ضمن الصف الثالث رسميا. الصف الثالث رسميا يعني منافسته ما بقاتش لاعبين الفوز لاعبين مع تطوان. دونك تطوان شوف الزهر ديالها مع الفلوس لانه خصها تنتصر، حيت دابا الفلوس ما عندهم ما يخسروا. سلامي فاجوي
بيان سور. ايوا السلامي ديما ما تعرفش تعرف يربح وكيبقاو يعني مقابلات استعداديه لاكوب دو ترون وكذلك الموسم تاس في الماتشات ماتشات وعريد انا تضل يبقى مع اسفي حتى هي مباراه اللي قاصحه بزاف كما كنقولوا اسفي اللي كيفاش ظهر مع فريق الوداد الرياضي راه فريق قوي جديده مع بركان بركان وي اب يلا غدا مع 8 كل المقابلات منقوله على القنوات المغربيه كلها مع 8 و يلا اللي واجد ها فيزيك موغالمون غادي يربح والمنافسه الشريفه بطبيعه الحال نمشيو حسين القسم الوطني الثاني يلا القسم الوطني الثاني باش نمشيو الاشغال بالفعل دونك كنقولوا هنيئا لكل من يوسفية برشيد وكذلك نهضه الزمامره اللي قدروا انهم يطلعوا القسم الوطني الاول فمي كنذكروا يعني يوسفية برشيد رغم يعني الخساره ديالو مع استاد ماروكا اللي حتى هو كان كيتنافس يعني في المراتب الاولى بزاف اللي كيسالوا علاش برشيد خسرت مع استاد ماروكا وربحات فغير باش نقربوا المشاهدين علاش يعني رغم الخساره وطلعات يعني برشيد فكما كنقولوا بلغه الكره غولا فيراج تم يعني انتصار ديال برشيد في عدد ديال الانتصارات وكذلك عدد ديال يعني ديال المباريات اللي انتصر فيهم برشيد هادشي اللي خولوا على انه يطلع لا بروميير ديفيزيون نهضه الزمامره اللي توقع بموسم اللي كبير بزاف اللي انتصر على وداد تماره ب 3-0 مقابله اللي جميله و كانوا فرحانين بزاف لانهم يعني العمل ديالهم الشاق ما مشاش هباء منثورا هارد لاك يعني الخميسات وكذلك وداد تماره اللي اوفيسيالمون يعني منذ جوج ديال الدورات ولا ثلاثه اللي هبطوا للقسم الهوات منافسه زوينه مي كنشوف يعني القسم الوطني الثاني حتى الجوله الاخيره عاد تحسم الامر ديال شكون غيطلع ولكن ولا اللي في المغرب واش الكول الفراج ولتي الاول ولا اللي باش غادي لا ريغلمون تاع لا فيدراسيون واش تقول نورمالمون لي ماتش غاني هما اللي كيعطيو الاسبقيه اللي غادي يطلع يطلع دونك هنا برشيد نورمالمون سرا قول قال فراج هو الاول عاد لي ماتش غاني نورمالمون دابا قلبوها دونك لا دونك هما بجوج يعني في صالح يوسفية برشيد اون جينيرال في الكولا فيراج في الماتشات اللي انتصروا في كل شيء هو انا باغي ندير تعليق على حاجه وحده هو انه دابا اللي غادي نشوفوا اللي غادي يطلع الثاني اللي غادي يطلع القسم الوطني الاول هو برشيد والزمامره اللي اصلا كانوا في القسم الوطني الاول وطاحوا التاريخ يعيد نفسه بشكل غريب علاش انا تنظن بان بحال غادي نبقاو تنجريو في بلاصتنا بالنسبه لبعض الفرق غادي يبقى دائما عندنا بعض الفرق اللي تطلع تتؤتي المشهد وتطيح بحال دابا برشيد والزمامره طلعات القسم الوطني الاول لعبات ولكن لان القسم الوطني الاول اكبر مصاريف صاليرال ديال اللعابه من الفرقه ما تقدرش تتبقى غادا تطيح دوزيام ديفيزيون ملي تطيح دوزيام ديفيزيون عند التجربه ديال القسم الوطني الاول فتتكون تيجيو هذوك اللي معاه في دوزيام نوعا ما حيت هي لاعبه مع الرجاء ولعبه مع الوداد ولعبه مع الجيش ولعبه عام وهي تتلعب مع الوداد الرجاء الجيش اكادير فملي تترجع تتكون نوعا ما ساهله بحال مبريباريا مزيان تتعاود تطلع عالثاني كبير عليها عالثاني القسم الوطني الاول الزبابره عامين دابا عامين وتيبريبارو باش يطلعوا الزبابره وتنتمنوا يكون عندهم تيران وتشيره شحال فهمتيني اش كنقول طلعتي الزمامره يكون عندك تيران على الاقل ما تجيش تهضر لا لا تيران مستوى كبير تهضر على تيران شو الزبابره المشكله ديالهم هي لونفيرومون اللي عايشين فيها مي لافراستركتور بالقشور خدم انا مشيت الزمامره انا مشيت دو تروا فوا وتلاقيت شي بالقشور راه خدامين عندهم الاكاديمي ديالهم عندهم كل شيء لا عندهم المشكله هي الفينونس لا ريجو ما عندهم تعطيهمش راه الرئيس بالقشور راه تتقاطع على فرقته انا مشيت لعندو الدراري تيتغداو تماك الدراري تيلعسو تماك الاستاد عندهم الاستاد تيتقاد راه تمشي واحد الانفراستركتور هاد الشي فرق البريمي ديفيزيون ما عندهمش وعندهم الضو وعندهم الكار ملي كنذكروا يعني السوالم وهذا راه ما عندهاش يعني ملعب هي في لا بروميير ديفيزيون ما عندهاش ملعب وعلى دابا الملعب ديال شباب محمديه ملعب بالله عليكم على مستوى الارضيه واعر زوين وداك الشيء ولكن واش هذا ملعب ولي شوف
استعرف بالقشور ولا اليوم الملعب المساحه ديالو لي تريبين ديالو الدوزيام ايطاج على الاقل باش ما نسيناش ما نقول لك وي دابا تهضروا على الزمان راه تنهضروا على كوب دي موند 2030 راه تنهضروا على كوب دافريكا 2020 حسين شوف شوف البريزيدون الزمان راه سي ان كونيسور دو فوتبول هو رئيس العصبه يعني لا سي ان كونيسور دو فوتبول وبزاف الناس وراه كاين اللي تي شامبيون دو ماروك ديجا حسن يتاكادير دونك هذا راه عايش كره وعارف الكره اللي مشيت انا الزباب راه النهار الاول راه عاودتها لك ولكن انا شوف علم الطاقه شوف علم الطاقه انا لا اتفق اخويا عبد الله انا متفق معاك مثلا نهضروش على بلقشور كشخص بلقشور مزيان انا تنهضر ما الجدوى ما الغرض ما الفائده من فريق غادي يطلع من الدوزيام ديفيزيون بحال الزمامره ولا برشيدوتا يطلع من الدوزيام ديفيزيون غادي يجي القسم الوطني الاول غادي يصطدم بالمصاريف والفلوس و والتكلفه غاليه ويطيح للدوزيام ديفيزيون ويكون النيفو ديالو طالع في الدوزيام ديفيزيون ويعاود يطلع لينا على الثاني ونبقى بحالو عقلت واحد الوقيته راه جابني منال صعبت عليها الامور ماشي تنهضر على المستوى التقني ديال اللعابه صعبت عليها الامور في المصاريف ما يمكنش نبقاو بحال هكا لا شوف المشاكل كانوا كيتعرضوا كان اليوم يعني وي مداك شوف طلعت فرقه صافي نوجدوها لا كنشوفوا كونتيكسيري مشكله المسيرين يعني المجال اللي خاص التعاون الفرقه ماديا التعاون كان حل واحد مجلس وجهه لا دابا كان حل واحد هي تو لي غرون سوسيتي ديال المغرب يشدوا فرقه كوم سبونسور صح باش يولي كلشي منافس دابا بحال حنا عندنا ثلاثه الفرق تنافس دائما بعد الزمامره تنافس خصنا نرجعوا ديك ديال 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 الثمانينات والتسعينات عندك لو سي بي عندك باروك تيليكوم عندك لا باردون ماشي مشكل عندك الشركه الكبار ديالنا انا نبتعد هي نداء رغم انهم هما راه تي سبونسوريزيو هاد الشركات اللي قلتي لها لو سي بي الاتصالات المغرب لا كلشي راه تيحاولوا ولكن راه الشركه معذوره باش تفتح لينا واحد القوس مهم ديال النقاش اللي هو راه الشركه معذوره راه ممكن الشركه تعطيها تبقى تعطي انا نكون عندي شركه وغادي نعطي لواحد الفرقه لانني باغي نطلع النيفو ديالها وهذا ونعطيها مثلا في العام واحد 400 500 600 مليون 700 مليون تنعطيها لها في العام راه ماشي سهله لا وفي الاخر الفريق النيفو طايح الجمهور قليل بزاف ديال الامور استحقاقات ما كاينينش الشركه فاقده الثقه حتى في البطوله المغربيه واحترافيه البطوله المغربيه واش فهمتيني اش بنقول لك انا كشركه اعطيني بطوله مزيانه فرقي مزيانين وانا معاك ولا يشرو لي بار في الفراقي ولي سوسيتي يشرو لي بار في الفراقي ولا يحلوا الباب لي زيترونجي هادي دو صافي هي هذيك راه كاين شي عرض قال لك ماشي عرض ولكن كاين اخبار تقول بان الوداد البيضاوي شي سعودي اراد ان يستثمر في الوداد البيضاوي تراجع تراجع تفرق في المغرب راه مطلوبين حنايا بوليتيكمون بطوله افريقيه وي وي حنا بوليتيكمون سدنا هذاك الباب على صوبو باش لي زيترونجي يسوا فرق ديالنا ما كاينش كلام نهائيا في هذا الموضوع هذا وراه فيها راه حديد دو شجون فعلا يجي واحد من برا يشد لك فرقه عرفتي شنو هي فرقه دابا الوداد شاده واحد من بلاد اخرى صعيبه والملايين تابعين الرجاء الوداد كذلك الملايين الجيش الملايين سي لوجيك اخويا شو دابا البي اس جي ولكن هي نوع من الحلول البي اس جي شو بي شو ماستر سيتي ماستر سيتي دو لا كوب ديروب دو تشامبيونز ليغ دو كل شيء وسي الاماراتي كي الشيخ منصور والفرق دونك علاش لا نوع من الحلول لا بغينا نرقوا بالبطوله الوطنيه صحيح يلا غادي نمشيو وهذا موضوع للنقاش وموضوع كبير غادي نمشيو غادي نديرو فاصل بعد الفاصل غادي نرجعو نكونو معاكم في اشقى الفار اسود الاطلس نكسة امام الراس الاخضر وجنوب افريقيا والمنتخب داخل القاع بسبعة لواحد ضد الكويت يتوج بطلا للعرب بعد الفاصل نعود ونواصل معكم 100% فار دائما مباشرة على قناتكم الفضائية شادة تيفي نمشيو لفقرتنا باش نختموا حلقة اليوم اش قال الفار الفار قال أسود الأطلس
لم يزأروا في جنوب إفريقيا ولا مع الرأس الأخضر وانتكاسة. والفار قال برافو منتخب الفوت صال برافو. يلا نبدأ بأسود الأطلس، نبدأ بالمنتخب الأول. شنو وقع عبد الله ناصر؟ أنت قلتي لنا بأنه تكون مباراة صعبة أمام جنوب إفريقيا، ما ظنوهاش سهلة رغم أننا كنا تنصحبوها سهلة، ولكن لقيناها صعبة والأكثر من صعبة أن فيها هزيمة كاع بجوج لواحد. شنو وقع؟ اللي قلنا بوندو لا كوب دي موند ديفونس لا ديفونسيفمون حنا مزيانين في الديفونس، باش كتعطانا كرة وني تري فابل حيت تاكتيكمون. تاني تنقولها حنايا المغرب اللي تنشوفو دابا ماشي المغرب الحقيقي، انا قلتها في لا كوب دي موند قلتها، مازال ما بان الوجه ديالنا. حنا اوني با ان ايكيب كي جو ديفونسيفمون، راه عندنا الدراري في المستوى. يعني حنا هذاك دخلنا واحد سيستم ديفونسيفمون خويا حسين، راه الدراري ولفوا دابا لا ديفونس. حكيمي شحال مرة طلع، بزرع شحال مرة طلع، حنا مازال فينا هذيك سيستم بلوك، خصنا نرجعو ديفونس. انا قلت هنايا قلت انا مشينا لكوب دافريك ما غاديش نديو لكوب دافريك، ومازال انت قولها ما نديوش كوب دافريك، حيت لعبنا مع جنوب افريقيا دوزيام في الافريك 12 طحناش مع السنغال كامرون كوديفرا مالي بركينا فاسو لا وي مي دابا الراس الاخضر ربحوا بوركينا فاسو بثلاثة لواحد. الراس الاخضر وي بوركينا فاسو دوزيام ايكيب، دارت مقابله ديال العمر كبيره يعني امام المنتخب المغربي، تعادلت مع المغرب وربحت بوركينا فاسو بثلاثة. الكره الافريقيه تتطور بشكل خطير جدا. لا شتي الماتش ديال جنوب افريقيا، واحد تيك تاك تيك تاك ضد المغرب وسرع الكونتر اتاك، سرع فيه بواحد الشكل فظيع جدا. هنا غادي نديروا واحد التحليل للمقابله نوعا ما باش غادي نبداو نديروا واحد التحليل اخويا حسين، الجمهور ماشي يعجبهم الحال هادشي اللي غادي نقول. نبداو من الحارس حنا غادي نديروا تحليل اللي هو واضح ما يختلفوا فيه اثنان في هذا البلاطو اخويا حسين. غادي نبداو، خلينا نبداو كما اش قلنا حنايا. نعم قلتها انا مور لا كوب دي موند في غادي يكونوا. احنا دابا شحال مور لا كوب دي موند وفي وصلنا ما وصلناش، رجعنا للور. مي تشوف فرقه تشوف هالولوفيتش الميم سيستم الميم موتيفاسيون. خلينا باش نمشيو ضربه ونديروا التحليل، لان كما قال وليد الركراكي هي واخا مقابله رسميه ولكن في نفس الوقت اعداديه، لان احنا دزنا فقال لك انا بغيت نوقف على الامور نجرب شي لعابه ونشوف الغلط فين كاينون. هاد نجرب شي لعابه، انا ما متفقش. انا نعطيكم شحال جرب، حتى انا ما متفقش. انا ما متفقش غادي نجرب لعابه. لا بلاتي نعطيكم شحال، لان الاسم واحد هو لا ريبونس. شوفي جرب هي واحد معبر الافريكي بلاصون عليا جرب ديال البدلاء ديال لي رومبلاسون اللي كانوا في مباراه ديال كاب فيرت، ولكن اللي لعبوا لا اللي لعب جنوب افريقيا كاين جوج حوايج. واخا نهضروا اخويا حسين كاين جوج حوايج، رقم 8 هو اللي تنظن جربوا وليد الركراكي، اما الباقي فيت واش كدوي على رقم 8 واش كدوي على الادريسي ولا كدوي على الادريسي مجرب ولا مليح؟ مليح هو اللي جرب. الادريسي مجرب لاعب مع المنتخب الوطني. مليح هو اللي تجرب في جنوب افريقيا، اما باقي الاسماء كل لعبات. اذا هنا انا باغي نسول الركراكي اشنو جربتي مع جنوب افريقيا من غير مليح؟ ولكن شكون جرب؟ شديره فيت لاعب، جيرا فيت لاعب، كلشي لعب، زكريا ابو خلال فيت لاعب. ولكن هنايا بلاتي انا ما نتفقش معكم في هذه القضيه، هو كاينين ماشي غير هذوك اللي الوافدين على المنتخب الوطني المغربي. وليد الركراكي الا شفتوا واحد القضيه سي كو هذا الماتش سورتو ديال افريك دو سود هو جرب بعض اللاعبين في دي زوتر بوست. هو شنو الاستفاده ديالو؟ هي شي ما زياش مع الراس الخضر داروا في ميليو تيرا ما عطاش. مين كتشوف؟ ما عطاش. شوفي شوفي هو حقيقه، هو حقيقه زياش في الماتش ديال الراس الاخضر داروا في ميليو تيرا ما صدقش. مين كتشوف لوزا ما صدقش، مين كتشوف لعب اغوش ملي بقاش تدوز في اغوش دخل ميليو تيرا وما عطاش ميليو تيرا البوست ديالو هو يلعب عنده ماشي ما عطاش. دابا هو خلى واحد لا ليبرتي يدخل يدير لا زياش سي با كيما تيدير جبران دخل لك السيستم ديال جبران مع الوداد هادشي درجيات. ولا جينا نهضرو المدرب دو با سو كوفرير
سي ان اكسكوز. انا قلتها نقولها ولي تاكتيكمون اوفيسيلمون تري فابل، وانا مازال تنقولها. حنا عندنا مدرب موتيفاتور، انا قلتها هنا في هذا البلاطو في لاكوم دي مون، سي موتيفاتور موتيفي الدراري، راس ديا راس لافوكا. لا لا دابا خويا وري لي تاكتيكمون اشنو عندنا. ولكن عبد الله ناصر اسمح لي واحد الدقيقه، وهل خليني ايمان الموضوع على اشاره. يلا السؤال غنكمل به. ملي كتشوف يعني والد كما ذكرت على انه كيجرب دي بوست، ملي كتشوف انا هين نكمل لك هي الفكره. ملي كتشوف عمران لوزا وما عندكش امرابط، عمران لوزا راه ماشي البوست ديالو كاسور، البوست ديالو هو ميليو اوفنسيف كيلعب 8. دونك هنا جرب عمران لوزا في واحد لو بوست، هنا شنو الغايه ديال وليد الركراكي؟ هو باغي البلان بي و سي، لانه فاش كتشوف غيدخل غيدخل بالتشكيله ديالو اوفيسيال، راه غتشوف غتشوف الميليو دو تيغان اللي هو لو كور ديال المنتخب الوطني المغربي. عندك اوناحي امرابط املاح. واخا دابا الغياب ديال واخا انا ما نسولكش حتى لان نسول عبد الله، لان عبد الله صعب الاختصاص. انا بغيت نسول دابا لوزا، دابا لوزا ها هو تيلعب ميليو تيران ياك اوفونسي، ما عطاش مليو تيران ديفونسي. صبيري فينا نحطو دابا عمران لوزا في بلون بي بلا بلون ان اكزاكتومون. هو ما صدقش هنا اللي قلنا راه وليد كيجرب. دونك عمران لوزا اللي كان دائما كيقول راه الا مشى امرابط راه يقدر يكون عمران لوزا، هو لوزا ما كانش افيكاس. لا 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 نهضرو بحمدي ياك كارديان هضرو شكون؟ حكيمي. حكيمي ومزراوي. مزراوي سايس اكرد. سايس اكرد هذه لا ديفونس ديالك ضد بلجيكا ياك، ضد بلجيكا انا غادي معاك. صابيري ياك لوزا لعبوك ياك، هذاك مالح لعب هنا ياك. جياس اللي ماشي البوست ديال دو باز هذاك، جياس لعب ادروات بدا ادروات ادخل ادخل ميليو تيرا، هادشي مع الراس الاخضر. سميتو ديال ديال هولندا سميتو اللي ادريسي. ادريسي سيري. دونك دو شونجمون اللي درتي نقولو تروا لوزا ياك هذاك ادريسي وهذا بلا راس راه لعب هذه التشكيله ديالو حد عيب رابط اللي ما كاينش في بلاصه لوزا وتا شونجمون لعب واحد دونك المرابط ما كاينش ملي التيران ما كاينش وتا شونجمون وراه هذا هو اللي كيقلب عليه وليد الركراكي ولكن بلاتي سمعت شونجمون كانت فيها شديره وكان فيها زكريا بوخلال كان فيها لا كان شديره وكان فيها قول لي صابيري يعني حتى الشونجمون ماشي لازم جديد غادي نجربو. دابا شوفي فهنا المشكله ديالنا حنايا، حنا راه في لاكو دي موند هذيك كاتريام بلاص راه خصنا نساوها. راه تنقولها انا قلتها في هذا البلاطو ابري لاكو دي موند فين غادي نكونوا. واخا خلينا عبد الله ناصر خلينا عبد الله ناصر غادي نمشيو دابا. انا غادي نجي من الفوق من الحارس. حنا ما غاديش نقصوا من امكانيات محمدي بطبيعه الحال. اي لعاب اي جول تيغلط، اي لعاب تدوز لي كره من بين يدي جول تدوز لي كره عادي جدا. محمدي لاعب كبير حارس كبير قدم مقابله كونتر بلجيكا خيالي عمره ما غادي تنسى. صحيح صحيح. اذا نتجاوزوا المحمدي لانه حارس كبير ولا نقاش في الامر. كاين بونو كاين المحمدي للاطمئنان على المرمى. بونو بطبيعه الحال بمستوى اكبر ولكن محمدي للاطمئنان على المرمى. اجي نمشيو للديفونس وغادي. واش ما تتفقش معايا عبد الله ناصر بان ملي شفنا جنوب افريقيا لي كونتر اتاك سرع بواحد الطريقه خطيره جدا، انا وليت واحد الوقيته تنستغرب تنقول واش ما عندناش في الديفونس اللي تيجري. اللي شدا في جنوب افريقيا مشى ما شدوش. انا ملي كنتكلموا على سايس وال هنا باغي نهضر على سايس. انا ملي تنهضر على مثلا سايس وتنهضر على واحد لاكس في الديفونس واش وشوف تنهضروا على سايس انت سير معايا حنا تنهضروا تاكتيكمو الان تنهضروا على مروان سايس ياك. سايس كبير فلاش، سايس ثقيل في لافيتاس ديالو، لعبتي به الركراكي ديفونسور اوفونسيف، لعبتي به بلوك متقدم، ها؟ درتي بلوك قدام، ما يمكنش بسايس ثقيل وكبير في العمر دير ليه بلوك لقدام، ما يمكنش لأن ما عندوش لافيتاس، وراه لاحظتي أنه دار به بلوك قدام وراه عرفتي جاروا علينا في الكونتر. تقولي جرب إذا شنو خاصنا؟ علاش ما نجرب والو دابا حنا خصنا شوف قول لي عبد الله ناصر خاصنا لاكس ديفون شي واحد باقي صغير صغير ديال اليميق وتيجري طياره. لعب ثلاثه لور لعب ثلاثه لور واحد في لافيتاس خمسه جوج
علاش انت بغيتي دير لا بغيتي دير ديفونس ولا بغيتي دير بلوك القدام يكون عندك في لاكس واحد تجري ماشي سايس. واش متفق معايا في الشيء ولا انا 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 لعب حكيمي اقرد مزراوي لعب بوكاني ثلاثه لور انا تمزراوي انا تمزراوي ما بقاش يبان ليا ديال الكوب دافريك لان لاحظتي غير كره تهزوا على هذا الاخر بدنيا صحيح مزراوي مزراوي لا انا مزراوي فيزيكمون ماشي ديال لافريك فيزيكمون ماشي تكنيك لا فيزيكمون ديال لافريك ولا خصو يلعب ادروات وحكيمي يرجع اغوس وراه غير شي هذاك الديال مع هذاك هو خرج هو توعد خرج هو تكلمنا عليها يعني مزراوي يعني كباقي اللاعبين يعني الاوروبيين اللي ما كتكونش عندهم ديك البنيه الجسمانيه القويه بحال ديال لافريك دونك هذاك لا مورفولوجي ديالو دونك ولا حي مهاجم مزراوي ديفونسور خاص يكون فيزيك مواقف ها هو ديال خرجنا شونجمون واش 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 راه لعب لا سود افريك راه شي دراري كي دايرين حتى هما راه ماشي فيزيك ما فور غير هو تفوقوا علينا فيزيك ولا ولا ربحوا لا الراس الاخضر ربحتنا فيزيكمون وجنوب افريقيا ربحتنا فيزيك حتى المراوغات ديال ابو خلال راه ما كانتش ناجحه نهائيا دغيا كيطلعوا لكم خطا ابو خلال ماشي البوست ديالو حنا فين تكلمنا على ماشي البوست ديالو دابا شوف المدرب المدرب ماشي سكاس ديال ديال لي فوت ديالو راه كل مره تيتخزن تقول لك انا تنجرب خويا جيب لي السنغال وجرب جيب فرقتك وحطها معاك هنا السنغال ولا كامرون حط فرقتك اللي باغي انت في دماغك ولعب ماشي كل ديما هادي دات كافير مع دابا دابا ماتش ديال كافير وبوركينا فاسو راه ماتش نيفو كبير دابا شوف الكره راه دابا حنا تنهضروا مالي راه غدا وكتشوف مالي تفرجوا مالي منتخب كبير دابا خصنا نحيدوا جوج حوايج انا تنقول حيد لافريك وحيد لاكوب دي مونت لافريك راه بوحده بوحده انا تنقول هنايا تنقول لا ما بدلناش اللعب كيفاش نلعبوا والدراري ما جابش عندنا الدراري مش ما عندناش الدراري ابو خلال اي لا جرب ابو خلال ادروات يلا صابيري الدراري لعبوا معاك عارف شنو تيسوا وما تيسواو الدراري اللي دخل ديك اللي بالفيورنتينا انا با مال جوي وي ودي الفرق مشى مع الفرقه ادريسي لعب مزيان راه ماشي مي كتشوف مليح وادريسي حتى اللي شفتو ديك يعني ديك لا مي كتشوف مليح وكتشوف الادريسي ما كاينش داك الانسجام الكبير ديالهم سي نورمال حيت ما لعبوش مع بعضياتهم بزاف الا شفتو ديك اللقطه ديال الهدف اللي كان غيماركيها مليح كون ما كانت شويه ديال الانانيه من مليح كان غيعطيها لاباس الادريسي كان هو الاقرب للشباك دونك هنا كيبان لك ماشي الانسجام ما كاينش انسجام كبير دونك خص مازال لو طون دو جو وخاص بزاف ديال الامور واخا قول لي نتفق على الانسجام وهاد الامور هذه ولكن من غير الانسجام حنا تنفكروا تنشوفوا ركائز الفريق دابا حنا عندنا مشكل في الديفونس لا لعبتي بلوك متقدم يعني درتي ديفونسور او ديفونس متقدم راه صعيب تلعب بسايس صعيب تلعب بسايس في دفاع متقدم هو بان في جنوب افريقيا بانه تيهربوا عليه لعب دريبات ديال برشلونه تبعك مليو تيران عندنا املاح عفوا عندنا لا املاح مليو تيران عندنا املاح عندنا المرابط عندنا اوناحي دابا هاد الثلاثي هذا مشكله الا ما كانوش لاحظتيها هنا فين بان المشكل ان ما عندناش بلون بي وسي هادشي اللي بغيت نسول انا يعني عندنا عاقم في غياب ما كاينش اعطيني لي غومبلاسون اللي غيكونوا انت دابا كتجرب باش اما احسن تغلط في هاد لي دو ماتش وكما كنقولوا تاخذ واحد الصفعه ولا تغلط هاد الاغلاط في لاكوب دافريك دونك اعطيني انت بلون بي وسي اللي 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 وحل سيرتو مينو تيرا اكزاكتومون لي ولو كور اسمح لي راه مشيتي لاكوب دي مونت ديتي فرقتك تريتي فرقتك لعبتي دي ماتش فواحد المستوى ولكن كان المشكل ديالنا هما لي غومبلاسون في لاكوب داف في لاكوب دو موند واش بدل في لي رابلاصا دابا اش بدل ما بدل حتى حاجه انا متفق لا لا دابا لا ولكن شنو المشكل لا خرجوك لا خرجوك ملي تقول انا غادي دير راه خاصك دير جيب عدلي جيبو جيب لي الدراري الاخرين اللي كاين يجيبهم ما تجيب ليش حمد الله كاين موفي حتى هو لي فرير باي سمحي لي لي فرير باي ما عندوش بلاصتهم وفيزيك مونت فيزيك صح راه خاص دابا خاص تشوف شي حوايج اون بو با ايكارتي ان جوور بور فافوريزي ان جوور حيت كان في الوداد حال داري اون بو با داري ما لعبش داري خاصو مزال الخدمه بزاف لي فرير مايز اون بروفي في لاكوب دافريك راه كانوا معاك دابا توصل ما توصلش معاه سي با بيان دابا المدرب
انا جو كريتيك با لونترينور المدرب حنا تنهضروا تاكتيكمون تيقول لك لي شوا ديالو تيقول لك انا تنجرب ما تيجرب حتى حاجه هو عارف ما غاديش يغلب في جنوب افريقيا وعارف راسو مع هنا مع ليبيريا عنده مشكل عارفها عارف جنوب افريقيا ما تصعيب حيت صدا واش يلعب ضد المغرب بيان سور راه صدا تيك طاك واش فينا البيرسيتا وكيفاش كان بيرفورمون بزاف هنا ملي كنذكروا يعني التجربه ولا داكشي اللي بغى يدير يعني وليد الركراكي ملي كتشوف دابا زياش زياش ماشي ماشي لو بوست ديالو تما في الميليو مين كتشوف سي با ان بون ريكوبيراتور ديال لا بال دونك فاش مشى للكوتي دروا شفتي الهدف ديالو في دوزيام بوطو دونك شنو الحاجه اللي نقدر نقول لك التفكير اللي كتشغل يعني وليد الركراكي في هاد لي ماتش هادو شويه ايمان هاد البلاطو حنا قلنا شحال مره اون كريتيك بيرسون ملي تنقول لك شنو خصنا نقولوا كوريكتومون المدرب اللي تاكتيكمون فابل انا مازال تنقولها راه تاكتيكمون فابل لي شونجمون اللي دار مع اللي دار في لاكوب دي موند راه ما صدقولوش شاك خطا مع بلجيكا اللي دار لي شونجمون من تونس جات شونجمون رجعنا للور بس سيس يدير هذيك لو رولو 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 في رجليه ويعراج وهذاك الشيء ويتومبون دو توش راه ما خاصكش تفافوريزي هذه ليكيب ناسيونال ديك ال 22 ميور جوار المغرب خصهم يجيو انا تنامن بواحد القضيه مهمه جدا مرابط لعبوا انا دابا اول مرابط ما تيلعبش تيطرا لينا مشكل في المنتخب مرابط لعبوا ما كانش مرابط خصني نشوف حل حل اخر لعب ا 2 لعب 2 ديفونس بلاص واحد لعب ا 2 كاين دراري خصك قلب دابا كاين صابيري كاين يقدر يلعب لك مليون تاع هذا هو السؤال المطروح ديال خص يعني البون دو توش يكون نفس يعني هذوك لي 11 اللي غيكونوا في المنتخب قلت واحد الكلمه زوينه ايمان ما عندناش بون دو توش علاش جاب حمد الله علاش جاب داري علاش جاب شي دراري ما تلعبهمش علاش جايبهم ونقول واحد القضيه حنا لا نطعن في لوزا ابدا لاعب كبير لعب ولكن لحدود ساعه لوزا باقي ما عطانا والو ما قنعناش ما قنعناش لحدود ساعه كاع الماتشات اللي لعب راه لعب اربعه الماتشات دابا ولا اكثر راه ما قنعناش لعب في المونديال ولعب دابا في الافريق راه باقي ما قنعناش لوزا ولا الى متى انا شنقول انا متفق مع عبد الله في واحد القضيه الى متى نبقاو نجربوا واحد اللعاب مثلا لوزا نبقاو نجربوها حنا عطينا اربعه خمسه ديال الماتشات في حين ان واحد ممكن نجي نجربوا صافي الى متى نبقى نجرب حمد الله انا تنبقى نجرب فلان وعلان شفتو تنصيري يعني حتى هو ما كانش في المستوى ديالو يعني الوقت ضيع راه حنا راه في راه تنظن وقيله في جونفي في جونفي جونفي دونك غيكونوا دي ماتش اميكو قبل في سبتمبر واكتوبر داكشي دونك على اي يلا للاسف 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 دابا خاصنا نبنيو انا قلت انا في هذا البلاطو خاصنا نبنيو فرقه جديده حدا فرقه اللي كاينه نبنيو فرقه جديده حداها قول لي يا عبد الله واحد تصور اللي جمعته من خلال مداخلات ديال الخبراء في كرة القدم طالعت على بزاف ديال الآراء ديال الخبراء في كرة القدم مدربين محللين صحفيين رياضيين وعطوا واحد عطوا آراء باش الركراكي فهمنا مزيان عطوا آراء وتحنا غادي نقولوا آراء أما هو في الحقيقة أنت السي الركراكي اللي تحمل مسؤوليتك في اختياراتك لا نقاش في الأمر انت اللي تحمل مسؤوليتك في اختياراتك لعب اللي بغيتي ولعب بمن بغيتي ولعب بالتاكتيك اللي بغيتي انما فقط الجمهور المغربي لان المنتخب الوطني ديالنا وديال حتى واحد ديال كلشي فبالتالي احنا ننتظر كاس افريقيا ولعب كما بغيتي السير الركراكي واختار اللي بغيتي السير الركراكي احنا تنسناو كاس افريقيا حشومه وعيب وعار بعد 1976 لحدود الساعه ما عندناش كوب دافريك وبعد ما لعبنا الكاتريام في مونديال وما نكونوا دوزيام ولا تروازيام في كوب دافريك هذه راه تكون شوها انا من هنا دابا نقولها كنا دوزيام تروازيام في كوب دافريك تكون تروازيام تكون شوها مازال لعبتي الفينال تبقى مضربه حظ ولا شي حاجه المهم على اي بعض الخبراء اش قالوا قال لك اسيدي على مستوى الديفونس انا غادي نقول كل شيء وانت قول لي متفق معاهم ولا لا لا ما متفقش معاهم فاش ما متفقش معاهم بصفتك بتجربتك الكبيره في افريقيا وفي اوروبا ومع المنتخب المغربي قال لك سيدي مزراوي عطيه الله افضل لان مزراوي ديال ديالو ضعيف فيزيكمو ما تهضروش تكنيكمو قال لك سيدي على مستوى الدفاع سايس ما خصوش يلعب كوب دافريك لان الكره الافريقيه سريعه ولا لعب والركراكي تيفضل يلعب دائما بلوك متقدم البلوك متقدم ما خدامش فيه سايس
قال لك سيدي ميليو التيران عندنا اكبر مشكله في المنتخب الوطني المغربي، لان عندك املاح اناحي المرابط من اللي تغيبوا تبان بان ميليو التيران ما فيه حاجه، خاصه المرابط. عندنا بالنسبه للهجوم قال لك الهجوم لا لعبنا بوفال ولا لعبنا بزياش، قال لك زياش حتى هو ماشي ديال الكوب دافريك، زياش ماشي الكوب ديال الكوب دافريك، وبوفال بين بين. هادشي اللي قالوا الناس، انا حيت على حساب هادشي اللي قالوا اذا رخصنا تقريبا نبدلو واحد 50% ديال المنتخب. لا دابا شوف السيستم، حنا تلعبوا نفس السيستم اللي لعبنا في كوب دي موند 4-3-3، ولي اون رياليتي راه تلعبوا 4-5-1 تلعبوا، راه هذا انا تاكم بوحدو وهادو لي دو راه تيهبطوا. علاش ما نلعب دو زاتاكو باش نفس السيريه؟ علاش ما نلعب 4-4-2؟ علاش ساهله ويلعب جي اس دير لي دو زاتاكو كيما كيلعب لازاك امستردام يلعب السيري، انا نلعبو بجوج السيري واش دايره نلعبو بجوج دقه واحده واحد تيجري وواحد هذاك ودير زياس موراهم مرابط وبجوج فيزيكمون ديال لافريك ديال لافريك دايره لا ولا ديال لافريك. علاش 4-3-3؟ حنا وني با ريال مدريد وني با برشلون والملزم 4-3-3 ولا لاجاكس امستردام، حنايا وني هاد ايكيب ميليو تيران متفق ما عندناش فيه، ما عندناش فيه لي شونجمون، ما عندناش، ما كاينش اللي غادي يعوض لك المرابط، ما كاينش اللي يعوض لك تا اناحي. ما هذا هو المشكل، اناحي نعاودوه، مرابط اللي ما تعاودوش. وتا اناحي شكون اللي عندنا في الفرقه من اناحي؟ خويا شوف شوف سريع وديستريبيتور وشوف اناحي لعب ماتش واحد مزيان في لاكوب دي موند، ماتش واحد اللي لعب مزيان ولا في 30 مينوت دات اسبانيا. لا دات بلجيكا كروسي ما كانش، كروسي ما كانش، لا كروسي ما كانش، بلجيكا ما كانش، اييه كندا ما كانش، اسبانيا كان، البرتغال كان، كرواتيا في الاخر كان، فوالا حتى تدخلت لافاتيك غادي نلعب هو، غادي نلعب هو مزيان. خصنا حنا نقولوا صريح ماشي لي تروا بريمير ماتش ما كانش. واخا المرابط ما يتعوضش لينا مشكل، وي ما عندكش اون كاسور في الفرقه، تبدل السيستم ديالك صافي دير، صافي دير خاصك تلعب 4-4-2. هذا ماذا يعني لك؟ ها؟ ماذا يعني هذا؟ انا ما يعني لي هادشي مادام اكدتي لينا. قضيه مزراوي عطيه الله، واش متفق بان عطيه الله افضل في افريقيا من مزراوي؟ ويكون مزراوي هو الرومبلاسون ديال عطيه الله، لان عطيه الله عنده تجربه في افريقيا مع الوداد البيضاوي. شوف عطيه الله إلى بروفي، دونك عطيه الله إلى بروفي كي سابو باريير غوش ولا في لافريك، ولعب في لافريك يستاهل بلاصتو. وي عنده بلاصتو ماشي ما عندوش بلاصتو، ولي خص حمد با جوجي مزراوي. لا مزراوي نقول لك حاجه اخرى، مزراوي ان تري بون تكنيسيان، ان تري بون تكنيسيان، غير هو في واحد ديال راك شوف تهز توعد خرج. لا شوف انا نقول لعب اعطي لاكوش، نقول لك اكوش عيط الله، ادروات حكيمي، لما كانش مرابط لعب انا مزراوي في بلاصه المرابط. حيت لعبها ديجا. لعبها في لاجاكس امستردام. وي ولكن واش كتشوف ديك القوه الجسمانيه ديال الامرابط؟ ماشي القوه، دابا حنا شوف بوسكيتس عنده القوه. مي تكنيكمون مزيان. فوالا تكنيكمون مزيان. ولكن بوسكيتس ولكن امرابط تبارك الله ما تلعبش كوب دافريك. بوسكيتس ما لعبش كوب دافريك. ايوا راه خاص تلقى واحد تلعبوا مع لعاب فيه تبارك الله جميترو حيت جوبونس امرابط غادي يربح لك اكثر لي ديويل وغيمريش. شوف الحلول عندك، راه خاصنا نفهموا، شوف دابا راه خاصنا نفهموا واحد القضيه مهمه جدا نفهمها الركراكو ونفهموها كاملين، بان الكره الافريقيه راه تعتمد على القوه البدنيه بواحد 40%. انا باش دابا نقولوا كنت انا مدرب، انا ماشي دابا كنت انا مدرب المنتخب ديالنا يلعب بولو، لعب مزراوي ادروات، عيط الله اكوش، قدوس اكرد. ما كانش مرابط لعب حكيمي في بلاصتو. حكيمي؟ حكيمي لعب في بلاصتو. حكيمي في الديال تيربحهم. غالبا اللي ديال تيربحهم. ولا فيتيس. ولا فيتيس، صح. دونك ريكوبيراسيون دو بالون تزيد. لعب قدامو جياش، اكوس ابي. زنزولي ادروات خصني نخمم شكون اللي عندنا
ولعب جديره ونساري جميل. المنتخب الوطني الاول دلينا الوقت ولعب منتخب الفوتسال برابط لعب انا بزراوي وحكيمي. دابا وهو في الحقيقه راه الله يحسن العوان ديال الركراكي انك تلعب الكوب دافريك والبونتوش خصو يكون ما عندكش قوي بزاف. حتى بغيتي تبدل الخطه لا حيت باش لو تاكتيك دابا تبدلو خصك عناصر باش تبدلو خصك دراري باش تبدلو. لا كاين دراري باش عندك العناصر خصك تخرج هذاك الشيء اللي عندك انت في راسك باش تقاد خطه على داك الشيء اللي عندك. شوف لي 11 راه معروفين هذوك 11 معروفين باينين هذوك باينين. جربت في لاكوب دي مون الدراري ما تقولكش الحمد لله بان ما عندوش النيفو ديال ليكيب ناسيونال دات كاب فير بان ما عندوش النيفو ديال كاب علاش نجيبو سيدي خاص دابا تبقى تسوبريمي الدراري لوزا لا ميم شوز خاص تسوبريمي الدراري انا شوي دير انا شوي دير علاش عندنا البديل راه عندنا البديل والله البديل جاي خاص بعد ما عرفتش انا كيجيني صعيب اننا نلقاو البديل ما عرفتش على ايا باقي شويه الوقت هو باقي شويه الوقت راه ما باقيش بزاف الوقت لان تنتكلموا على جونفي 2024 ما بقاش الوقت بزاف سيبو راه جوج ثلاثه دراري غادي يطلعوا دابا البريمير ايكيب يلعبوا في الماتشات ديالهم باش نختموا رغم ان المنتخب المغربي داخل القاعه يستحق اكثر من جوج دقائق ولا ثلاثه نعطيوها ليه اكثر بكثير. سمح لنا سيدي سمحوا لنا كاملين لان المنتخب الوطني دار لنا كل شيء لانه ما فرحناش اما انتم فرحتونا وبرافو عليكم ونرفع لكم القبعه ابطال العرب للمره الثالثه على التوالي. الا بغيتك تقول شي حاجه على هذا المنتخب ديال القاعه خدموا وحصدوا المدرب عارف الخدمه ديالو عارف الشي يدير وهذه ديال الفرق بين فوت 11 وما تدويش الدقيق ما تدويش وي كوست كيف كما كنقولوا مشى ما دواش جاب كوب معاه بالفعل وهذا الشيء اللي معروف عليه مي كتشوف الباركور ديال المنتخب ديالنا يعني 5-0 لبنان 6-0 الكويت 4-2 امام السعوديه 5-2 ليبيا 1-5 وفي الفينال كتشوف 7-1 راه باركور اللي كبير بزاف وهذا الشيء كيتحسب واشتي لي باترون اللي خدموا الكوالي ماركا الباترون ديالهم كيفاش كيفاش مخدومين راه تشوف الخدمه اللي خدموا صح المراوغات كيفاش دازوا الاخر الموفمون فرقه منتخب ديال بصح منتخب وعندك لي رومبلاسون بلي رومبلاسون وعندك لي رومبلاسون علاش غير رومبلاسون عرفتي علاش ايمان واحد وي U17 U20 U23 ليكيب A تبع كلشي يدو في كلشي تبع كلشي حتى البطولة تمشي تشوف الدراري واخا ما عندناش بطولة قوية يعني في الفوتسال ولكن سمحي لي ما عندناش بطولة قوية حنا اوني بارمي لي دي مير بي دو موند راه خدمنا لا حنا كنتكلموا على المنتخب الوطني المغربي اما رجعنا للبطولة هذيك هضرة أخرى مي كتشوف جوج ديال الفرق ولا ثلاثة كتجبد الكورس ديال المحمدية دونك أنت جبتي لي فرقة ما عرفتش شحال يعني ديال الفرق في البطولة ولكن كيبقى المنتخب الوطني المغربي حقق إنجازات اللي كبيرة وغير مسبوقة يعني في هو باش اللي بغينا نكونوا منصفين للبطولة المغربية وللفرق الوطنية المغربية داخل القاعة باش نكونوا منصفين من أقوى الفرق على المستوى الإفريقي راه هي الفرق المغربية ونخص بالذكر لاجاكس مسمات بلاجاكس ديال قنيطرة من أخطر الفرق الإفريقية اللي كانت وطعمات كثير المنتخب خاص لي بوايا خاص لي بوايا كتشوف يعني البطولة ما عندهمش يعني حتى الباركي ما عندهمش يعني قاعة مغطاة بزاف الأمور اللي كتلعب يلاه كانت الالتفاتة ديال الجامعة الملكية المغربية للفوتسال ولكن ملي تتشوف هذا العطاء في غياب قاعات بمعايير دوليه يلاه بدات الجامعات تقاد الامور شويه فبرافو للمره الثالثه بطل العرب جوج مرات بطل افريقيا ورفع سقف التحدي الكونتيننتال يعني الان كاس العالم ننتظره وصلنا للكار فينال دابا بغينا لاكوب دابا الدقيقه تنقولوا لي تنتسناو كوب دي موند اسيدي انت اللي رفعتي اسكت ورجع جيب انت اللي رفعتي السقف خدامين تبارك الله ما شاء الله برافو خدامين دابا لي مويان خاص لي مويان دابا صحيح برافو الدقيق وبرافو وليدات الدقيق وأسود الأطلس داخل القاعة للمرة الثالثة أبطال العرب يؤكدون بأنهم لا يربحون صدفة للمرة الثانية هم أبطال إفريقيا يؤكدون أنهم لا يربحون صدفة طلعت السقف تا
تنتسناو كاس العالم سي الدقيق ان شاء الله. شكرا لك ايمان. شكرا لك. شكرا لك عبد الله. تبارك الله عليكم. نلقاكم الاسبوع المقبل ان شاء الله يوم الاثنين 100% فار على شاده تي في مباشره، وبالتوفيق لكل المنتخبات المغربيه، بالتوفيق لكل الفرق المغربيه. نناقش بكل موضوعيه، لا يهمنا الاشخاص بقدر ما تهمنا الرياضه المغربيه وخاصه الكره المغربيه. الى اللقاء.